حكمنا عليك عمر المختار بالإعدام شنقا أمام الناس في بلدة سلوك في الساعة 11 غدا، 16 من سبتمبر 1931، السنة 9 من العهد الفاشل. إنا لله وإنا إليه لراجعون. ركزوا رفاتك في الرمال لواء، يستنهض الوادي صباح مساء، يا ويحهم نصبوا منارا من دم يوحي إلى جيل الغد البغضاء. ما ضر لو جعلوا العلاقة في غد بين الشعوب مودة وإخاء، جرح يصيح على المدى وضحية تتلمس الحرية الحمراء. يا أيها السيف المجرد بالفلا يكسو السيوف على الزمان مضاء، تلك الصحاري غمد كل مهند أبلى فأحسن في العدو بلاء. وقبور موتا من شباب أمية وكهولهم لم يبرحوا أحياء، لو لاذ بالجوزاء منهم معقل دخلوا على أبراجها الجوزاء. فتحوا الشمال سهوله وجباله وتوغلوا فاستعمروا الخضراء، وبنوا حضارتهم فطاول ركنها دار السلام وجلق الشماء. خيرتا فاخترت المبيت على الطوى، لم تبن جاها أو تلم ثراء. إن البطولة أن تموت من الظما، ليس البطولة أن تعب الماء. إفريقيا مهد الأسود ولحدها ضدت عليك أراجلا ونساء، والمسلمون على اختلاف ديارهم لا يملكون مع المصاب عزاء. والجاهلية من وراء قبورهم يبكون زيد الخيل والفلحاء، في ذمة الله الكريم وحفظه جسد ببرقة وصد الصحراء. باسم حكومة طرابلس وبرقة ننفذ هذا الحكم الذي أصدرته المحكمة العسكرية في بنغازي في 15 من سبتمبر 1931، السنة 9 من العهد الفاشي. عمر المختار، لقد ثبتت عليك الخيانة العظمى ماديا ومعنويا، وذلك بالتمرد المستمر ضد الحكومة الإيطالية في هذه المستعمرة. إن حكم المحكمة عليك الإعدام شنقا في مكان عام سوف يتم تنفيذه الآن. يا جنود نفذوا. لم تبق منه رحى الوقائع أعظما تبلى، ولم تبق الرماح دماء كرفات نسر أو بقية ضيغم باتا وراء السافيات هباء. بطل البداوة لم يكن يغزو على تنك ولم يكن يركب الأجواء، لكن أخو خيل حما صهواتها وأدار من أعرافها الهيجاء. لبى قضاء الأرض أمس بمهجة لم تخش إلا للسماء قضاء، وافاه مرفوع الجبين كأنه سقراط جر إلى القضاة رداء. شيخ تمالك سنه لم ينفجر كالطفل من خوف العقاب بكاء، وأخو أمور عاش في سرائها فتغيرت فتوقع الضراء. الأسد تزأر في الحديد ولم ترى في السجن ضرغاما بك استجداء، وأتى الأسير يجر ثقل حديده أسد يجرجر حية الرقضاء. عضت بساقيه القيود فلم ينؤ ومشت بهيكله السنون فناء، 90 لو ركبت مناكب شاحق لترجلت هضباته إعياء. خفيت عن القاضي وفات نصيبها من رفق جند قادة النبلاء، والسن تعصف كل قلب مهذب عرف الجدود وأدرك الآباء. دفعوا إلى الجلاد أغلب ماجدا يأس الجراح ويعتق الأسراء، ويشاطر الأقران ذخر سلاحه ويصف حول خوانه الأعداء. وتخيلوا الحبل المهين منية للليث يلفظ حوله الحوباء، حرم الممات على الصوارم والقنا من كان يعطي الطعنة النجلاء. إني رأيت يد الحضارة أولعت بالحق هدما تارة وبناء، شرعت حقوق الناس في أوطانها إلا أبات الضيم والضعفاء. يا أيها الشعب القريب
أسامع فأصوغ في عمر الشهيد رثاء، أم ألجمت فاك الخطوب وحرمت أذنيك حين تخاطب لصغاء؟ ذهب الزعيم وأنت باق خالد، فانقد رجالك واختر الزعماء، وأرح شيوخك من تكاليف الوغى، واحمل على فتيانك الأعباء. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. لن نستسلم، ننتصر أو نموت. سيكون عليكم أن تحاربوا الجيل القادم والأجيال التي تلي، أما أنا فإن حياتي ستكون أطول من حياة شريقي. وعاش عمر المختار أطول مما عاش جلاده، وأثبت شعبنا الذي ودعه بالزغاريد أن سلاح الفتاك المتطور ليس متطورا بما يكفي لإفساد عرس شهيد واحد.